النهارده احنا متجمعين كلنا الجاليه المصريه في الامارات، هنقضي مع بعض يوم جميل، يوم شم النسيم، هناكل فسيخ وينجا وحاجات تانية كتير حلوه. الايام بتاعت التجمعات الجاليه المصريه بتبقى ايام حلوه بالنسبه لكل المحتربين اللي موجودين، لانه بيحسوا كتير من الشباب بتحس ان هي فعلا بتبقى قاعده، ان فعلا الشباب بتحس جدا ان هم في وسط اهلهم، وان هم مش متغربين، وان هم مش لوحدهم في البلد، ويقدروا في اي وقت يحتاجوا اي حد بيلاقوه. الجاليه المصريه خلت شباب كتير بقت صحاب جدا ودرجه اخوات، وانا من الناس ديت، ان انا اتعرفت على ناس كتير موجوده في الجاليه، انا شباب محترمه وبنات محترمه جدا، وبقوا اخواتي وصحابي وامهات كتير موجوده في الجاليه، بقوا برضك امهاتنا. التجمعات بتاعتنا بتنفع ناس كتير، وبنقضي فيها وقت كويس، بيفصلنا عن وقت الروتين اللي بنعمله طول الاسبوع. يا رب اليوم دوت يعجب كل الناس، ويا رب الناس كلها تبقى مبسوطه، واتمنى ان احنا كل يوم نبقى متجمعين، وكل يوم بلدنا تبقى كويسه ونسمع عنها سمع كويس، ونشرف بلدنا في اي حته نروحها باذن واحد احد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبين، لان اليوم النهارده دوت لشم النسيم، احنا احتفلنا بيه بس متاخر لظروف الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، ماني ماني ايه ده، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، ماني ماني ايه ده الشجر الناشف بقى ورور، الله يطير بقى لعبي ومتهور كده اهو، واحنا هنفرفش امتى امال، دلوقتي ولا في سبتمبر، قال لك ايه، قال لك اه، 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 قال لك فرفشة كل يومي ما تأجلهاش للغد، الغد واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد، ودنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش كاني وما فيناش ماني، كاني ماني ايه ده، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل المواضيع، قفل 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 قفل، ما فيناش كاني وما فيناش ماني، كاني ماني ايه، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع.